يا ابن الشبيب ما تعرف هذا يوم الحادي من المحرم، هذا شهر الحزن، هذا شهر المصيبة. يقول لي يا ابن شبيب إن المحرم هو الشهر الذي كان أهل الجاهلية يحرمون فيه الظلم والقتال، فلم ترع هذه الأمة حرمة شهرها ولا حرمة نبيها، فعدت على أهله فقتلوهم وسبوا نساءهم وانتهبوا ثقله، فلا غفر الله لهم ذلك أبدا. إيه اسمع هذا الشطر إلك على لسان الإمام عليه السلام، هذه بشرة إلك. يقول يا ابن شبيب إن سرك أن تكون معنا في الدرجات العلا من الجنان، فافرح لفرحنا واحزن لحزننا وعليك بولايتنا. بعد ذلك يتنهد الإمام تغرور عيناه بالدموع، يقول لابن شبيب أكمل يا ابن رسول الله. قال شقول أنا يا ابن شبيب؟ إن كنت باكيا لشيء فابكي لجدي الحسين، فإنه ذبح كما يذبح الكبش. أنا والله ما أجرؤ أسولف بهالموضوع، بس أبو الحسن الإمام الرضا أشار إليه وأعرف هالموضوع يكسر القلب، يهيج العواطف، وإحنا بس ولازلنا بس في يوم حادي من المحرم. بس هذا إمامك، ليش الإمام يقول ذبح كما يذبح الكبش؟ ليش استخدم هالتعبير الإمام؟ أنا أقول لك ليش استخدم هالتعبير. أنت تدري الكبش عندما يذبح جميع الناس ينظرون إليه، اللي يمرون عليه يشوفونه، يعني الرايح والجاي يتفرج عليه. معنى ذلك أن إمامك الحسين عندما ذبح كان فرجة للأنظار، الرايح والجاي يتفرج على إمامك، والشماتة ما بعدها شماتة. تقول الروايات لما سمعت زينب صوته خرجت من الخيمة، تبى تروح إلى أخوها، فحال القوم بينها وبين الحسين، ما قدرت توصل إلى الحسين، طالعت من بعيد شافت ابن سعد عند المصرع، قالت يا ابن سعد أيذبح أبو عبد الله وأنت تنظر إليه؟ هذه حالتها زينب. أنت بعد هالأعوام بس مر عليك عاشور كأن المصيبة جديدة على قلبك، الحزن بادي عليك، دموعك على خدك، وانت لا شفت الحسين، لا شفت مصرعه، لا شفت خيل الأعوجية على صدره، ما شفت المصيبة. ايش حال زينب لما رجعت المدينة؟ تقول الروايات عندما رجعت زينب إلى المدينة مع النساء، كل واحدة دخلت حجرة حبيبها، الرباب، سكينة، راحوا عند مهدي الرضيع، ليلى دخلت دار الأكبر وأغلقت عليها الباب، رملة راحت إلى دار القاسم، كل واحدة راحت إلى دار حبيبها. زينب وين تروح؟ توجهت إلى حجرة الحسين وجلست بوسط الدار، ظلمة ظلمة، وضعت راسها بين ركبتيها وقامت الذكريات تمر على زينب. هذا مكان صلاتك يا أبو علي، هذه قعدتك يا أبو علي. الله يساعد اللي فاقد حبيب، فاقد عزيز على قلبه، متعود يجي وياه الماتم إيده بإيده، راح عنا حبيبه. قعدت بالحجرة، الذكريات قامت تطوف، يلا بقلبك يا مولاي، مأجور مأجور بلسان حال زينب. وأبغيك تتصور المصيبة بنور قلبك، هالنور اللي قذف الله في قلبك بمحبة الحسين خلك وياي. تقول يا ابن أمي بسواد الليل من نقعد بوسط الدار
تمر أيامنا الحلوة واذكر يوم كنا صغار بين أمنا البتولة وبين أبونا حيدر الكرار من واحد إلى واحد مسرورين ذاك اليوم إش ما أنسى تذكرني دارك خويا هصبانا أنا وياك يا الغالي وأخونا المجتبى ويانا على وسادة ننام الليل وأنا وياك فرحانا ومن يجبل صبح باكر ونقضي بالسرور النوم بعد ايش عندك زينب؟ ايش عندك مولاتي زينب؟ تقول كان تريدني انسى وبطل النوح ونيني اخذ ذكراك من قلبي لا يا زينب لا يا مولاتي يا زينب من هو يقدر ينسى الحسين؟ كان تريدني انسى وبطل النوح ونيني اخذ ذكراك من قلبي وخذ صورتك من عيني ايام العشت وياك اناغيك وتناغيني اشاهد بيك وجه امي وجدي ووالد الجد هل عليها هلال المحرم يلا أبيات الدعاء وأسألك الدعاء استعدادك ها الله يعودك إن شاء الله على أيامه مأجور هذا أول يوم وهذا استعدادك هنيئا لك بهذه المحبة يا مولاي إذا تشوف الهلال زينب إيش حالتها تقول شهر عاشور يا ابن أمي يذوب قلبي هلاله يذكرني بمصاب اللي انعمت عيني من أهوال هلال الحزن من هليت عامل حادي وستي وغابت عنك بدوري وصارت ما تشوف أني لنصب ما تمي أهلال وتزفر على الطيبي وانعلي بقى من فوق غبرة وما أحد شال أشوفك من حني أهلال واذكر مهجة الزهراء يوم اللي على العباس وقف من حني ظهر وحسين وإماما ويوم احنا للمثلث بشلعة وطاح بالغبرة يتلوى حبيب أمي ويتعفر على رمال ويوم عاشر يا زينب شو تسوين مولاتي هذا ليلة طلوع الهلال يوم العاشر قالت وإذا عاشر لفيوما أبت مدد على الرمضة يعني بخلي خد على التراب والخد الثاني تصهر الشمس ليش يا زينب ليش يا مولاتي قالت وإذا عاشر لفيوما أبت مدد على الرمضة وبنعلي الرض بالخيل رضة من بعد رضة أنا شفت هالدوسه وما نسيت هالمنظر ولا لحظة وتاليها رحت عنه سبي فوق ميا